السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ الجد والجدة. واليوم حبيت أعمل لكم كبة التمن اللي هي كبة حلب، وهي مكوناتها بسيطة وسهلة. نبدأ بالمكونات. نص كيلو تمن، طبعا التمن هذا يكون من هذا المصري، صح؟ لا، احنا المصري يكون حبايته ناعمة، مو تمن البسمتي. هذا يكون سهل وبالطبخ ويصير يتلامس بالعجل، ولازم تنقعيه قبل. طبعا نقعته قبل تقريبا ساعة أو ساعة ونص. ونحتاج إلى حبتين إلى ثلاثة، إذا كانت البصلة كبيرة ناخذ اثنين، وإذا كانت صغيرة ناخذ ثلاثة. أنا سويت ثلاثة طبعا لأن عندي البصل صغير. وأحتاج إلى اللحم المثروم، وهذا الأساسي بالحشو، وأخذت من عدة 350 غرام كافي، يعني على نص كيلو تمن. أما البهارات فأحتاج إلى كركم ملعقة صغيرة، كاري ملعقة صغيرة، ولا ملح ملعقة صغيرة. طبعا احتاج التمن هما ثانية ملعقة ملح وملعقة كاري. هسه راح نروح نطبخ التمن ونخليه على النار، وبعدين نسوي الحشوة. وأثناء ما التمن على النار أبدي أعجن بيه بالملعقة مالتي، على مود أوخر كل البخار اللي بيه، لأن إذا ظل المي بيه راح من أقلي هالكوباية راح تنفتح عندي وتخرب. فلازم يتهدر تمن هسه، بعده هسه لازم أخليه بعد يتهدر، هاد البخار بيه كله يطلع، على مود من ألف الكوباية وأقليها ما تنفتح عندي ما تخرب. فهسه راح اتركه بعد فد 10 إلى 15 دقيقة على النار يتهدر، وانا مود يروح كل البخار اللي بيه. وهسه بعد ما كملنا طبخ التمن وكملنا الحشوة، راح نبدي هسه بعد شوية اعجن التمن. شوية عجنة خلاص، عجينة زينة كل الزين صار. هسه نبدي نلف الكوب. هاي راح اسوي لكم شكل، راح اسوي لكم شكلين، يعني هذا الشكل الاول افتحها، حط فيها الحشوة. طبعا الحشوة بكيفش تخلين كمية اللي تعجبك. لفها بهالشكل هذا، هذا الشكل الأول. وهسه راح أسوي لي شكل ثاني، شكل بسيط سهل كلش. تأخذين العجينة تفتحيها وتحطين بها الحشوة، حشوة تخليها وتسديها، سديها
بس تسديها بهالشكل هذا. بعدين إذا عندك قوطية، إذا أي قوطية، قوطية معجون أو قوطية، أي قوطية حجم متوسط، بتحطين عليها نايلون، وبعدين النايلون ترجعيه على الكوباية وتضغطيها، وتضغطيها بهالشكل هذا. هاي صار هذا الشكل الثاني. هاي خلاص، هاي صار شكلين. وهسه كملنا لف الكبة، هسه رح نبدي نقلي. وانا حاطة الطاوة على النار، والطاوة طبعا حامية. هسه نبدي ننزل، بسم الله بسم الله. وهاي الكبة بعد ان كملت وانتهينا من القلي، طبعا حارة شوية، شوفوا منظرها كل شي شهي. وهاي وصلتنا لهذا اليوم، كملت. ألتقيكم بوصفة جديدة وأكلة جديدة وفيديو جديد.